القاتل الذي لطالما بث الخوف في قلوب الملايين لعقود قد يكون شارف على الانحسار. فالخبراء بحسب الديري ميل البريطانية يقولون إن مرض السرطان يتحول ببطء إلى حالة يمكن السيطرة عليها. فمقارنة بالتشخيص في السبعينات تضاعفت معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لبعض أنواع السرطان. يتوقع الأطباء أن معدلات البقاء على قيد الحياة عند الإصابة بالسرطان قد تكون مضاعفة بشكل أكبر خلال عقد من الزمن. فبحسب خبراء من معهد أبحاث السرطان فإن التقنيات المتطورة على وشك إحداث ثورة في رعاية مرضى السرطان إلى الأبد مع إمكانية إجراء مزيد من التحسينات في العقد المقبل. هذا الاتجاه الواعد يرجع إلى مجموعة من العوامل تشمل علاجات أكثر فاعلية يتم اكتشافها لعلاج الأمراض وتشخيصات أفضل لتحديد وتعقب السرطان في الجسم ونجاح تثقيف الجمهور حول أعراض المرض. الحمد لله أخبار طبعا جيدة. نسب الشفاء تتضاعف في عدة سرطانات، على رأسها سرطان الثدي وسرطان البروستات. نسبة الشفاء في سرطان الثدي على سبيل المثال ارتفعت من حوالي 40 إلى 80%، وعندنا سرطان البروستات ارتفعت حوالي 3 أضعاف من حوالي 25 إلى أكثر من 75%. كلمة السر هنا زي ما ذكرتوا في تقريركم هو التوعية والكشف المبكر. الناس أصبحت تيجي للطبيب في أعراض مبكرة أول ما يبتدأ المرض، وبلا شك في تحسن كبير حصل على مستوى العلاجات المتاحة. اليوم عندما نتحدث عن تقنيات حديثة نتحدث عن العلاج بالإشعاع في السرطان، يعني ما أبرز هذه التقنيات المنتظرة التي يمكن أن تحدث خرق علمي في هذا الإطار؟ تخصص الأشعة على سبيل المثال، في السابق كانت التقنيات الشعاعية والأجهزة اللي بتعطي العلاج الشعاعي خليني أحكي قديمة أو ما بتعطي الأشعة بتركيز كافي، فبالتالي المضاعفات اللي بتنشأ منها كبيرة وما بنقدر نعطي كميات كبيرة من العلاج الشعاعي الموجه. الآن بفضل هاي التقنيات صرنا مش بس حتى المراحل المبكرة، حتى المراحل المتأخرة بنقدر نصوب شغلة بنسميها الجراحات الشعاعية على أماكن انتشار المرض ونسيطر عليها. فهي حتى صارت تعطي أمل للسيطرة على المرض حتى مع المراحل المتقدمة في علاج السرطان. وكمان ما ننسى المجالات الأخرى زي الجراحة، تحسنت، انتقلنا من جراحات اللابروسكوب أو الجراحات المنظار إلى جراحات الروبوت المتوفر عندنا في المستشفى، بالإضافة للعلاجات الأخرى كالعلاجات المناعية، هاي برضو عملت ثورة عندنا في علاج السرطان.